السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيبقيتو مع صحه؟ مزيان. عاد وصلتنا دابا الكليه تبارك الله، عاد جاتنا دابا وقلت نشارك معكم هكا الملي فاكاش مي راه تبارك الله فيها الملي فاكاش مي عاد دابا دخلت بزاف الناس اللي كيسولوا عليها. خليكم معنا على الفيديو ان شاء الله نشارك معكم كاع اللوينات. ونعاود نقول لكم السلام عليكم البنات، كيبقيتو مزيان؟ كلشي بخير؟ درتو مع الصحه مزيان؟ نتمنىكم نلقاكم في هذا الفيديو ان شاء الله على احسن الاحوال. تبارك الله جاتنا ملي فاكاش مي تبارك الله بالكثره، دابا راه ان شاء الله بيدينا دابا فصل الخريف والشتاء. تبارك الله بزاف الناس اللي كيسولوني على ملي فاكاش من البروميير شي حويجه ديال المزيانه، يعني غنشاركهم معكم تبارك الله باللويات ان شاء الله باذن الله كلهم غنشاركهم معكم. ومازال حنا دائما معكم مع الجديد البنات، تبارك الله كلها كتدخل لينا هكا بالسلوفان ديالها، وغنشارك معكم هكا ان شاء الله باذن الله لون بلون باش تعرفوا هكا الولاد اللي خارجين دابا لامود، والوينات اللي تبارك الله اللي كيجيو فهاد المليفه كاشمير كيجيو فن مليفه هاد البرد سخيخ تبارك الله فيها اللوينات كاملين اللي بغيتو اي لون بغيتو مرحبا بكم. اللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا يفعل الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلوا دائما الجديد، ودائما اثواب حرير دبي دائما ان شاء الله باذن الله تبقى في القمه، وهذه بشهاده الجميع ان شاء الله. دخلنا المليفه مطروزه، دخلنا زواق جدادين فنين، وغنشاركوهم معكم وحنا دائما معكم مع الجديد. هلا خطيكم علينا بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله غادي نبقاو. وغنشارك معكم البنات اول لون هو هذا ان شاء الله باذن الله. دائما اثواب حرير دبي كتبغي تجيب الحاجه المزيانه باش كتكسب الكليان والثقه الكليان. هاد المليفه هادي ما يزيد عن 10 سنوات وحنا كنخدموا فيها، الله يعمرها سلعه التوب ديالها كتبقى اصلا. عن نفسي انا مجرباها التوب ديالها كتبقى تصبن وتلبس، يعني انا نفسي ما كنحددها ما والو، كتبقى فنه التوب ديالها. وهي سخيخه التويب ديالها منيفه كشمير ديال الايطالي، شي حويجه زوينه كتجي نازله التويب ديالها حرير، يعني ماشي من داك النوع اللي تيكون واقف هكا توب تسمعوا هكا ديال البرد ويسحبكم راه التوب ديالو واقف، بالعكس كيجي نازل توبو، يعني ما حتى السيده كتكون وافيه تبارك الله، يعني ما كتجيهاش كاع ثقيله. مرحبا بكم البنات، وغادي ندير لكم حتى الثمن جد المناسب اللي هو 200 درهم التفصيله. انا في المحل ديالي راه كنبيعها 220 درهم، والناس ديال القناه ديالي كيف ما عودتهم دائما كندير لهم اثمنه مناسبه باش كنكسبوا باش كنكسبهم، والثقه ديالكم هي كلشي. مرحبا بكم البنات، غنشارك معكم كاع الوينات باش حتى الى عجبكم شي لوين مرحبا بكم. اي لون عجبكم عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. فيهم الوينات بزاف غنشاركهم معكم كاملين. وكاين كذلك هذا اللون هذا البنات حتى هو الكرونا، اللون ديالو جاي مزيون، هذا الكرونا فونسي اللي عاطي المارو. اي لون عجبكم البنات، طبعا راه حنا كنرسلوا جميع المدن، ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب ونتواصل معك ان شاء الله. هذه مليفه كاشمير ديال الايطالي، شي حويجه زوينه التوب ديالها كيبقى اصل. انا كيف ما قلت لكم عن نفسي انا مجرباها التوب ديالها، الله يعمرها سلعه، دايره منها شي ثلاثه جليلبات كل عام الحمد لله كنخير منها كجليلبه، كنرتاح في هذه المليفه هذه الكاشمير. كتجي نازله التويب ديالها وفي نفس الوقت سخيخنه، يعني هي اللي كتصلح ان شاء الله باذن الله في هذه الوقيته ديال الشتاء ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللون هذا الزيتي ديالو حتى هو تبارك الله كيجي مزيون، واللون ديالو ضاوي، وكيف ما قلت لكم التويب ديالها نازل وفي نفس الوقت سخيخ. المليفه كاشمير ديال الايطالي شي حويجه زوينه التوب ديالها، دائما كتديو الكاليتي على حسابي كيف ما عودتكم الحمد لله. دائما الكليان ديالي كنجيب لهم شي حاجه زوينه باش كنكسبهم، والثقه ديال الكليان دائما عندي هي الاساس. والثمن اللي هو جد مناسب البنات، غادي ندير لكم 200 درهم للكليان ديالي ديال القناه اللي كيشجعوني وكيتابونا وكيبارطاجيو القناه وكيكتبوا لي لي كومونتير مزيونين وكيشجعوني بلي جيم. والهلا خطيكم علينا، انا دائما ان شاء الله باذن الله بالوعد ديالي غنبقى معكم ان شاء الله بالتويبات اللي هما مزيونين. والهلا خطيكم علينا، المحل جاي بمدينه بالضبط مدينه فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين، انا اونفاس ليها اثواب حرير دبي. مرحبا بكم البنات. وكاين كذلك هذا اللون هذا كاشيري فونسي، بغيت نشارك معكم كاع اللوينات باش هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله نبغي نوصل اقصى ديال الناس بزاف، باش ان شاء الله باذن الله حنا دائما معكم بالتشجيعات ديالكم. بارطاجيو القناه حنا دائما معكم، وغنشارك معكم كاع اللوينات باش تعرفوا هكا اللوينات كاملين في هذا المنيفه كاشمير. تبارك الله حاولت ندخل اللوينات كاملين حيت كاين بزاف الطلبيات عليها، وحنا دائما معاكم. مرحبا بكم البنات، اي لون عجبكم عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. هذه منيفه ديال الكاشمير ديال الايطالي شي حويجه كاليتي، والتوب ديالها في نفس الوقت كيجي نازل ماشي من داك النوع اللي كيجي ثقيل وغليظ، يعني هي التوب ديالها خفيف وفي نفس الوقت سخيخ المليفه ديال الكاشمير. وكاين كذلك البلو مارين، هذا البلو مارين فونسي حتى هو تبارك الله اللون ديالو جاي مزيون، اي لون عشقتوه
ما يكون غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. بالنسبه لهاد المليفه كاشمره كتصلح حتى للرجال، هذه تفصيله كدير 200 درهم، فيها 2 متر ونص على متر و60 في العرض. وبالنسبه للراجل اللي كتكون اللي كيكون عادي راه كتكفي غير 2 ونص، تبارك الله اللي كيكون طويل ووافر يخصو 3 متر، يعني 3 متر كنجيبها بلي كوموند. وكاينين بعد النوبات الاغلبيه ديال هذاك كيكونوا عندي في المحل. اي لون عجبكم، راه هاد المليفه هذه كاشمير كتصلح للرجال وعيالات، مرحبا بكم. وطبعا كيف ما قلت لكم 2 متر ونص كدير 200 درهم التفصيله، و 3 متر خلاص كنبيعها ب 5400 في المحل ديالي، غنحسبها للكليان ديالي غير 250 درهم باش كلشي يتقدم عند اتوب حرير دبي. وكاين كذلك هاد الموطاط حتى هو تبارك الله كيجي كيحمق هكا البرد، الناس كيخيطوه بالمارو كيلبسوا معاه لي بوط مارو، كتجيو هكا تجي لباس طوالين كان بغيتي تخيطها هكا قصيره مع مع لي بوط كتجي كتحمق، والثوب ديالها كيف ما قلت لكم نازل وفي نفس الوقت سخيخن، ما كيجيش واقف وثقيل، يعني كيجي نازل وفي نفس الوقت سخون الثوب ديالو. شي حويجه زوينه اللي بغات تهلا في الرجل ديالها مرحبا بكم. الرجل تيخصو 3 متر، والراجل الا كان ضعيف وقصير يخصو غير 2 متر ونص كتكفيه، والثمن اللي هو مناسب 200 درهم التفصيله 2 متر ونص على متر و60. وبالنسبه للراجل الا كان وافي تبارك الله كيخصو طويوي كيخصو 3 متر، 3 متر كنبيع 270 درهم في المحاضرين فقط، الكليان ديالي اللي كيشجعوني نحسبوا لهم غير 250 درهم 3 متر. مرحبا بكم البنات، اي مدينه كنتم معكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وعشاق اللون النواغ الاسود تبارك الله كيجي كيحمق سيد الالوان في فصل الشتاء كيجي مزيون. وبالنسبه لهذا النواغ راه فونسي، يقدر يبان لكم هكا في التصوير في الفيديو غيبان لكم مفتوح، ولكن هو راه فونسي النواغ اللي مغلوق تبارك الله كيجي كيحمق سيد الالوان كيجي مزيون فصل الشتاء. والثمن كيف ما قلت لكم جد مناسب ليه، هو 200 درهم التفصيله، طبعا فيها 2 متر ونص على متر و60. اي لون عشقتوها البنات مرحبا بكم، طبعا كنرسلوا جميع المدن. وكيف ما قلت لكم تبارك الله هاد المليفه كاشمير النواغ ديالها ما كيخطاناش في المحل، دائما اي بزاف الكليانات كيجيو كيبغيو النواغ، اكثر الناس كيجيو على النواغ. مرحبا بكم البنات، اي لون عجبكم مرحبا بكم، عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك الكرونا، انا عندي بحال هاد اللون هذا خيطته تبارك الله داك العام كيجي كيحمق ملبوس، خدمته بالزوقت المعلم ونبتو جا كيحمق تبارك الله. هاد المليفه كاشمير اصلا كتجيب بالزوقت المعلم مزيونه، ولا كتجيب البرشمان البرشمان بالماكينه اولا باليد، كيجي كيحمق والثوب ديالو كيف ما قلت لكم سخيخن، وفي نفس الوقت كيجي نازل وماشي من داك النوع اللي كيتكمش ولا، راه كيف ما حليت الكليه شاركتها معاكم باش كتعرفوا الجديد في التويبات البضاعه الممتازه والكاليتي. دائما كنجيب لكم شي حويجه زوينه باش كنكسب الكليان، والثقه الكليان هي الاساس عندي. وكاين كذلك هاد اللوين هذا فيغ ميليتير، حتى هو تبارك الله كيجي كيحمق هكا في البرد، كاين العشاق ديال هاد اللوينات كي تبارك الله كيجيو فنين. اي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم، والثمن جد مناسب 200 درهم التفصيله. انا ما نقولكمش 250 300 درهم باش كيبيعوا في محلات واحد اخرين، والله العظيم الناس الى حدايا وكيبيعوه ب 300 درهم 250 درهم، انا فقط كندير اثمنه مناسبه كنربح واحد البركه حلالا طيبا باش كنكسب الكليان، والثقه الكليان هي الاساس عندي. الحمد لله كسبنا الكليان من القناه ديالنا والهلا يخطاكم علينا، انا غير تنغبر على الكليان ديالي تيقول لي كوثر فين غبرتي بارطاجي معنا سلعه جديده، وحنا دائما تبارك الله يوميا كنجيبوا السلعه. مرحبا بكم، اي لون عجبكم عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هاد اللون هذا غرينوار غري شوني تيعيطوا له غرينوار غري، ومنقط بالنواغ هذا ومنقط بالغري، تو تبارك الله كيجي كيحمق كيصلح هاد اللون هذا كيصلح للرجال وكيصلح حتى للعيالات. هاد اللوين هذا كيجي كيحمق من البوس، اللوينات ديال البرد هكا الناس كيبغيوها هكا فونسي كيجيو مزيونين لا غريشوني. مرحبا بكم، اي لون عجبكم عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الشعر الجمال تبارك الله، هاد اللوين كيجي كيحمق في البرد كيجي مزيون هاد اللوين هذا، كيف ما قلت لكم هاد المليفه كاشمير ديال ليطالي شي حويجه كاليتي تصبني وتلبسي ما تحديها ما والو ما كتكمش. بالنسبه لها التكمش اللي كتشوفوا راه كيف ما كنحلها من البلاستيكه ديالها وكنشاركها معكم ديك الساعه تبارك الله، راه ما دوف هاد اللوينات كلهم غنشوف اللي نشاركهم معكم تبارك الله، راه كيف ما كنحلها في البلاستيكه ديالها كنشاركها معكم ما كتكمش. هاد المليفه شي حويجه كاليتي، انا عن نفسي مجربه منها ثلاثه الجلبات الله يعمرها سلعه، الثوب ديالها كتبقى اصل، كل ما كنتش مجرباها ما نشكرهاش للكليان ديالي وتبارك الله على ازيد من 10 سنوات وحنا خدامين في هاد المليفه هادي. وكاين كذلك هاد اللوين هذا حتى هو الشعر الجمل مغلوق،
ونعطيكم باش تشوفوا الفرق ما بيناتهم. هذا المفتوح وهذا مغلوق عليه. واي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. تما كيف ما قلت لكم في السابق 200 درهم تفصيله، طبعا فيها 2 متر ونص على 1.60 في العرض. انا في المحل ديالي راه كنبيع 220 درهم. هاد الثمن كنديرو فقط للكليان ديالي ديال القناه، وتبارك الله شحال وحدينا كيجيو عندي هكا المحل وعطيهم اسم القناه، غير كيجيو عندي تيقولوا لي انا مشاركه معاكم ابونين عندك في القناه، كندير لهم اثمنه مناسبه حتى هما. يعني الثمن باش كنقول في القناه الكليان اللي كيجي عندي داكشي باش كنبيع له، ما كنزيدش عليه. مرحبا بكم، اي لون عجبكم عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. تبارك الله باين الفرق ما بين لون ولون. وكاين كذلك هذا اللون، هذا البلوغوا تا هو تبارك الله كيجي كيحمق. انا ان شاء الله باذن الله هذا العام شهيه هذا اللون هذا نديرو، هذا اللون هذا شحال وانا مشهياه ان شاء الله غنديرو هذا العام، كيجي مزيون حتى هو. واي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. نهي النمره التليفون دائما كنخلي لكم في صندوق الوصف اللي هي 0674 15 17 94. وكاين كذلك هذا اللون هذا الكري حتى هو تبارك الله كيف ما قلت لكم انا عندي 3 جوج لباس منهم، عندي منهم هذا الكري هذا وعندي الكرونه وعندي النوار. تبارك الله هذا الكري نهار اللي تنكون لابسه كلشي كيحمق عليه وكيديه، كيجي مزيون هذا اللون هذا الكري، كري حتى هو منقط بالنوار، كيجي حتى هو مزيون ملبوس. نتمنى يكون واضح في التصوير. اي لون عجبكم عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. تبارك الله كيجي مزيون هذا اللون هذا الكري، كيصلح للرجال والعيالات حتى هذا اللون راه كيصلح للرجال والعيالات. اي لون عجبكم عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللون هذا راه باج، كيصلح حتى هو حتى للرجال والعيالات. تبارك الله راه كيجي كيحمق. واي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينا وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. كاع اللوينات تبارك الله فيهم اللي كيصلحوا هكا للبرد. وكاين كذلك هذا اللون هذا الباج صابلي ديالو، نتمنى يكونوا اللوينات كلهم واضحين. انا كنشارك معكم كاع اللوينات باش حتى الا عجبكم شي لوين طبعا كنرسلوا لجميع المدن. اي مدينه كنتي ما عليك غير تسكرينا وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معك ان شاء الله. كاين كذلك هذا اللون هذا الصومو ديالو، هذا الصومو كوراي تو تبارك الله كيجي كيحمق اللوين ديالو. وطبعا كيف ما قلت لكم في السابق 200 درهم تفصيله، فيها 2 متر ونص على 1.60 في العرض. كتصلح هاد المليفه هادي الكشمير للرجال والعيالات، يعني تبارك الله الا كان الراجل هي عادي يعني ما طويلش وما غليظش يعني راه كتكفي غير جوج تفصيله ديال 2 ونص 200 درهم تفصيله. وإلا كان الراجل تبارك الله وافي وطويل راه خصو 3 متر، 3 متر بعد النوبات كيكونوا عندنا في المحل وبعد النوبات كنجيبوهم سير كومون. ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللون هذا البيستاش راه عجا فيها جديد حتى هو تبارك الله كيجي مزيون هذا اللون هذا. كاين العشاق ديال هذ اللونات هما كيجيو مفتوحين كاين تيعشقوا هكا اللونات في البرد كيبغيوهم مفتوحين، وكل واحد والذوق ديالو. مرحبا بكم البنات. كاين كذلك هذا اللون هذا الفيغ فليو اللي خارج دابا لامود، حتى هو تبارك الله اللون ديالو مزيون. تبارك الله هذا اللون هذا شحال جبتو داك العام وتمشى ليا هذا اللون. تبارك الله كيجي كيحمق فلوريسون، كيجي مزيون ملبوس. واي لون عجبكم البنات ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وطبعا كنرسلوا جميع المدن دائما. نمره التليفون كنخلي لكم صندوق الوصف، اللي في داخل فاس مرحبا بي في المحل ديالنا، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. المهم البنات نخليكم لنهايه الفيديو ان شاء الله باذن الله، ونتلاقاو فيديو اخر، ونتمنىكم تكونوا دائما على خير والهلي خطاكم علينا وبيكم ان شاء الله باذن الله غادي نبقاو. واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله يوصلوا دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.